يلا اسرع 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 يا شباب، روحوا من هون، وانتم من هون، وانتم من هنيك، يلا ديروا بالكم يا شباب، بسرعة بسرعة بسرعة، حاصروا كل المخارج. طلعوا وقاتلينوا الأندال. سيدي لك أنا كان لازم أمسكك عايش، ليش متت؟ نحن لقينا هاد. شو هاد؟ ما فهمت لمين جاي هالمسج. بيبي باسل، فكوا الرمز وبعدين جيبوه لعندي، اتفقنا؟ تمام. كان لازم أقبض عليه عايش بس قدروا يقتلوه. مراد، عرفت القاتل وقدرت تفجر تنظيم كبير بين الدول، وأصلاً بدنا نحقق مع الكل. هلأ في براسي ألف سؤال، مثلاً باسل ليش كان هون؟ باسل اللي قتل السنيور شي، ويا ترى كان في شهود عيان ماني عارفان. مراد اهدى، بدنا نحقق مع كل الموجودين بالمكان. اهدوا شوي، مراد المدعي العام بهالبلد صديقي، ليكو هنيك واقف يا مراد. طولي بالك لأخلص منه. تعال، إذا ما صدقتني رجع اعتقلني. يا شباب وقفوا، تمام تركوه. إذا مو مصدقيني ليكو اسألوا. عم يحط لي كلبشات؟ ما في داعي تحطوا له كلبشات يا شباب، رائد عم يشتغل معنا، خذوا أقواله واتركوه يمشي. مراد اسمعني، ما بدي انسجن 24 ظلم مثل الحجي. رائد ممكن تعتمد عليه ووثاق بالشباب، ماشي يلا. لك شبك قال لك اني معكم، ليش عم تشدني من ايدي هيك؟ يا الله دخيلك. في ليلة البارحة خلال المداهمة التي تمت بمساعدة عناصر الأمن، منظمة قوية جدا ومبنية على تهريب المخدرات والآثار من وإلى البلاد، تمكننا من القضاء على هذه الشبكة عن بكرة أبيها. المنظمة التي يعمل بها باسم يساري أيضا وبقيادة إحسان دالغان الملقب بالسينيور الذي وجدناه مقتولا بفناء منزله. التحقيق مستمر، ولكن حسب توقعاتنا فالأمر له علاقة بتصفية حسابات خاصة. وأحب إخبار الرأي العام من هنا، لا يهمنا من الذي يقف وراء هذه العصابة، وستتم محاسبته وفقا للقانون. هذا اللي اسمه باسل الجرأ وعمل هيك بالسنيور، فشو ممكن يعمل فينا؟ متأكد انه هو يلي قتله زاهد بيك؟ ما بتصور في حدا تاني غيره ممكن يدخل على بيت السنيور ويقتله بسهولة. طيب وشو المطلوب مني بالضبط؟ بدي تزيدي عدد الحراس، خليهم يناوبوا أكتر، ومن دون ما يسألوني. ممنوع دبان تفوت لهون، مفهوم؟ تأمر يا بيك. وبما أنه ما عاد في ضغط من السنيور، احكي مع المدعي العام مراد، هالمرة قررت أني اشهد صح. يلا لا تأخر القصة. تأمر يا بيك، مثل ما حضرتك بتريد. شكرا لك، شكرا. والآن باسل يساري الهارب من العدالة. سأجدك، سأجدك وسأسلمك للعدالة بيدي. شكرا لكم. زاهد بيك طلب مني إيجي وشوفك. بظن أنه حضرتكم مفكرين شغلة هالمنصب لعب ومسخرة، لسه شوي هيك وشوي هيك، كيف بدي أوثق فيكم؟ أنت معك حق، ما بعرف شو بدي أقول، بس زاهد بيك هي المرة مقرر. هو حاسس أنه ابنه هي المرة مشكل خطر على حاله، وملاحظ أنه من الأفضل للكل أنه ينقبض عليه. رح يشهد بكل شي موجود بين إيديه قدامك. لو سمحت وثاق فينا مراد بيك. من هلأ ليخلص الدوام أنا بمكتبي، خليه يجي ويحكيني، اتفقنا؟ شكرا لك، رح أعطيه خبر. مع السلامة. عن إذنك. تفضلي فوتي داليا، أهلا وسهلا. إلك عندي خبرية حلوة كتير. خير؟ فتحنا قفل الموبايل وبدنا شوية وقت ورح نقدر نوصل لموقع الرقم اللي حاكي معه. قبل ما يوصل زاهد يساري، بتمنى يكون تسجيل هون. زاهد يساري؟ اللي طلعت سكرتيرته قال بده يعترف بكل اللي بيعرفه، يعني هاي المرة رح نقدر نكشف هوية باسل.
إذا هي المرة حكى بتصور كل شي رح يكون تمام. أيوة كتير حلو هالحكي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.